في نافذة قناة الأنيس على المجتمع المدني. نتعرف اليوم على جمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية من خلال نشاطاتها المتنوعة وزيارة المتحف التاريخي الذي يسافر الزائر عبر أروقته إلى ذاكرة المقاومة والثورة التحريرية المباركة. جمعية وفاء لحماية وتخليد مآثر الثورة التحريرية تأسست في 5 فبراير 1990 من طرف مجموعة من الأسرة الثورية، من المجاهدين، من أبناء المجاهدين، من أبناء الشهداء ومن المتعاطفين من الشباب. دائما نحيي الأيام والأعياد الوطني، نحيوها باش أولا تنظيم أبواب مفتوحة عن الجمعية وعن المتحف، كذلك نقيم معرض. عندنا زوز معارض، عندنا معرض ثابت موجود على مستوى الجمعية، وعندنا معرض متنقل. هذا المعرض المتنقل نتنقل به عندما نروح في زيارة، سواء كان الأجهزة الأمنية للمدارس، مراكز التكوين، ورحنا به حتى الأسابيع الثقافية. أبرزنا يعني تاريخ الجزائر من خلال ولاية عنابة، عرف بالشهداء تاع عنابة، بالمجاهدين تاع عنابة، بالمعتقلات تاع عنابة، بالمعارك تاع عنابة اللي جرت في عنابة منذ اندلاع الثورة إلى غاية استقلال الجزائر. كذلك احنا نقوم بتكريمات، نكرم المجاهدين وذويهم، يعني ارامل الشهداء، ابناء الشهداء، ابناء المجاهدين، كرمهم في مناسبات. بعد تكوين الجمعيه ما دام عندنا مقر استطعنا ان نرمم هذا المقر وهيكلناه في غياب وجود متحف على المستوى، قلنا وعلاه ما نعملوش احنا كجمعيه ما دام رانا جمعيه تاريخيه نحافظ على الذاكره الوطنيه وعلى رموز الثوره التحريريه، لابد من انجاز ولو قليل متحف. هذا المتحف قسم الى 3 أجنحة، الجناح الاول يرتكز خاصه على المقاومات الشعبيه وعلى مجموعه 22، يعني الانطلاقه نتاع ثوره التحرير الوطني. عندنا كذلك قاعه المحاضرات. هذا القسم الثاني هو مختلف الاسلحه واللي كانت تستعملها الثوره في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، كذلك مختلف التدريبات. بالإضافة إلى ذلك عدنا الجناح الآخر وهو جناح على مجموعة من الشهداء والمجاهدين. الجناح الثالث هذا هو جناح يعتبر هو جامع بالنسبة لجيش التحرير، كذلك المجازر التي ارتكبتها فرنسا خلال ثورة التحرير الوطني تجاه المناضلين من محتشدات، كذلك فيه للينشال الإيموريس أسلاك الكهربائية، و كذلك المخلفات كما شظايا تاع الواحد، كما الوسائل البسيطة اللي كانت تستعمل اللي كان يستعملوها في الطب، يعني الممرضين الممرضات اللي كانوا يداووا الجزائر، وفرحة الاستقلال. كذلك عندنا الصور اللي تدل على فرحة الاستقلال. اليوم الجمعية تحتوي على مجموعة من الكتب والوثائق التاريخية والمجلات، وتشوفوا احنا خاصة لا دي باج دو لاس راهي موجوده من 1954 لغايه الاستقلال. جمعيه وفاء لحمايه وتخليد مآثر الثوره التحريريه تفتح ابواب متحفها للزوار يوميا بالطابق الاول لدار الثقافه محمد بوضياف.